قال حلمت حلمة هذه الكلام معلش صاحب الشيء هذه اي نعم اسمع المربي محمد عبد الله عبد رب ابو شريشر الشيخي من مدينه الجابية نعم جاء يوم رقد جاء حلم لمينا قال في سيدي جيش جاي من المغرب اقسم بالله ما نقول لك كم حاجه وعد وراه قاعد العشاء شيء بروحه قال جيش جاي من المغرب ماشي مشرد وهو يبحث فيه يقول يا ساتر يا ساتر ان شاء الله خير ان شاء الله خير عدى مشرق الجيش تهنتك مشرق انت كله جاء نجي منه واحد يجي يقول لي يا ريت الجيش اللي كان هذا وين راح قال له يا حاج راه تدمر مشرق نط من منين جاء الوال جاء الخوه اللي هو والدي نبيتي عبد رب ابو شريشر قال له يا خينا جاتني حلام واحد تعرف الاول يدور من المطار قال له هذا شبوب ما شاء الله السنه عام خيره ما شاء الله ايوه قال بي حطف قال بعد عدل الساعي بعد يومين جاء لي قال انعجز هاي حوليه صغيره ولد تم فيها اللي فيها دونها لكن قال صغير تم تاكل كل ما ياكل ما قال حطيته قال لي يا عدمان يقطع راسه يقطع راسه بكي كان ست سنين هاي. تم يداري في حطه نهار جلمه يجلمها بروحها يطلقها من عيزته ست سنين كان كان ركب ركبت الغلام شرق ولا غرب نحن نتبع في الربيع بوادي كان شرقنا ناخذ حصيده من مشرق وكان غربنا على هالربيع يداري فيها الناس ركب ركب من قامت الثوره ثوره المجيد ها نعم شويه وين ما لقى قال يا عويده قالت وانا الدهدير والنجم اللي في العالم الراي قالوا له والله يا بات سبحان الله صوروها هنا وبثت في المارج في لبيار في بنغازي جو يزوروا في العندي شوي ناس سمعتها في جدابي غادي قالوا يقولوا زواق لا ماني عارف شنو ترى نعلم جيت قلت له يا عمي اعطيني هالعجل مشي للساحه يا رب لا تم تقول سواك لا شاكين ما انا شاكين مزوق دحيته والله شوي قلت له انا عندي نوري لهم كان يطلع زوق ثلاث بحر عندك في البحر قال لي يا ريت تروح على جولي قلت له اعطينا حط فيه قطعه طبعا عطري قلت له اسحب صوروها وقلت له بنفي الجزيره وقناه الان يصوروها تطلع بش حق العالم يطلعوا زواق ولا لا قال لي خذها جيت عجزت الساحه انا وتلوني على الفندق وتم يصوروا فيه وصاحبها راجل طيب ونيه نظيفه وقعدت العشاء انا ما قلت له يلا عمي يديروا لقاء انعاشته قال لي والله كنت بتشيل انت جيتنا وخال لي هذا جني هنا مرحبا وبامكانكم تسالوا خلاص بامكانكم راهو قاعد مشرك في مزرعه بخط يقولوا بخط السبع زمان قلت لهم الطاغي خط السبع عند خط القطار كما كنت تعلموا به قاعد انا في هذاك الخط وشوف يعني بهي لها ست سنين لها ست سنين اللي نجمة ناق مع الوضع الاولي بك لا هناك عليك لا هناك شيء شيء العلف ينطرش عليه 65 يعني ناق مع الوضع كان رحمه ربك بربيع تاكل كان رحمه ربك صار اعطوك 3000 فيها اعطوك فيها 3000 والله العويله قاعدين صاحبها قال لي اعطى فيها 3 قال كان زادت اخرى كلمني فقال وبعد ركبت قلت راني ماشي البنغازي راح يعطوا فيها 100000 تبصر ماشي قال لي ان شاء الله يعطوك يجيب لي عشتي هنا قلت له حاضر والله قلت له راهو قاعد في العشاء غادي وكان كيف دروع ما حتى لقى ايوه قلت له حتى قنا